في الزمالك، وهتكلم عن الكابتن مجدي عبد الغني وهفند تصريحاته الاخيره بشكل مختلف تماما. كابتن مجدي عبد الغني انا ما البسش شورت وفانلة، لكن انا راجل ناقد رياضي واقدر افند تصريحاتك كويس، لكن هنا المكان انا بقول لك هنا المكان مش هينفع، او مش هتكلم عن قرارات النادي الاهلي. قرارات النادي الاهلي ليها اسس وضوابط انا بحترمها بالظبط، لكن التصريحات اللي قالها الكابتن مجدي عبد الغني لا تتوافق مع واحد مر جنب سور النادي الاهلي، مش لاعب في النادي الاهلي والمفروض ان له تاريخ جوه النادي الاهلي. في النادي الاهلي ومبادئه اللي بيختلف على اساسه، واللي بينتقد دون الفاظ ودون مصطلحات. لكن النقد مش عيب، عايز تنتقد انتقد، حقك مفيش مشكله، حقك. وانا بس الاسلوب، وانا بقول لك ان قناه النادي الاهلي هنا مثلا انا ممكن ساعات بقول ان في حاجات غلط في وجهه نظر معينه، في حاجه كان المفروض نتحرك فيها بالشكل المختلف، يبقى في ضوابط. انما اطلع اهاجم مثلا لجنه التخطيط بالمصطلحات بالشكل ده، للاسف الشديد، انا زي ما بقول في ضوابط معينه لابد ان احنا انتقد زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز. انا ممكن اتكلم في تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني في تصريحات فنيه انتقد، انا ممكن انتقده. يعني هو مثلا بيتكلم بيقول لك علي معلول النادي الاهلي مش قادر يجيب باك شمال، وبيدي علي معلول مليون دولار بغض النظر عن القيمه، واحنا مش هنتكلم في القيمه، انا مش هقر ليك بالقيمه هو واخد مليون دولار ولا لا، برافو عليك. انا بتكلم في قصه ثانيه خالص. الكابتن مجدي عبد الغني اختزل قيمه علي معلول في انه باك شمال، اختزل قيمه علي معلول في انه باك شمال. كان الباك شمال ده اصلا امر غير ضروري يعني. لا لا، بغض النظر كمان هو انا ممكن اجيب باك شمال كويس، ممكن اجيب مهاجم كويس، انما من يتوافق مع قيمه وشخصيه النادي الاهلي؟ شوف لكام مباراه لعبها علي معلول، هو كان البطل الاول المباراه، حجم تاثيره مع النادي الاهلي، حجم تاثيره الفني والمعنوي طبعا. انت بتتكلم في واحد كابتن منتخب تونس، واحد يدرك قيمه تواجده في النادي الاهلي. الناس دي يا كابتن مجدي اللي النادي الاهلي زي ما انت شايف ان هم بيجيبهم بملايين، بيجيبهم علشان يبني عليهم بالظبط. ما هو مستحيل ان هجيب فرقه كلها من الناشئين، انا ممكن اجيب اطعم الفريق باثنين ثلاثه ناشئين، والا لما تسالني وتيجي تقول لي هو فين قطاع الناشئين؟ فين قطاع الناشئين من ريال مدريد؟ فين قطاع الناشئين من يوفنتوس؟ انا بتكلم، انت بتتكلم على عصر احتراف، عصر احتراف، وانا بتكلم عن النادي الاهلي. كابتن مجدي عبد الغني بيقول ما ينفعش النادي الاهلي ممكن يستغنى 10 سنين على الالقاب، ده النادي الاهلي بتاعك انت. النادي الاهلي بتاعك انت هو اللي استغنى 10 سنين على الالقاب، انما النادي الاهلي ما يستغناش، بيبني وبيعمل. وبيشتري، بيبني وبيشتري. بيبني وبيشتري وبيعمل، فالنادي الاهلي ما لا، النادي الاهلي لا احنا ولا جماهير النادي الاهلي ولا اي واحد مر جنب سور النادي الاهلي عنده استعداد ان النادي الاهلي يغيب 10 سنين على الالقاب، انا اسف. ده النادي الاهلي اللي حضرتك تقصده، مش اللي احنا نعرفه. النادي الاهلي اللي ما يستغناش عن الالقاب 10 سنين ابدا. فلا، في تصريحات كتير ممكن نتكلم فيها. كابتن ما نتكلم عشان نوضح الحقائق للناس، لان كابتن مجدي عبد الغني بيقول النادي الاهلي ما كانش المفروض يعرض القيمه الماليه، برضه مش هقرر لك القيمه الماديه اللي انت بتقولها، هو الاعلام بيقولها. انا هتكلم فيه، انت بتتكلم على الكابتن وليد سليمان، وان المفروض اللي بيقول لك ان لاعب بيخلص المفروض ما ادلوش قيمه ماليه قد كده. لا، النادي الاهلي يدرك، النادي الاهلي لما بيتحرك على لاعب علشان سواء يجيبه من بره او يجيبه او يخليه قاعد مع الفريق، بيتكلم في حاجتين، حاجه فنيه واليات السوق. حلو. اتنين. حلو. الفني عندي قرار فني من ريني فايلر ان عايز وليد سليمان. حلو. واحمد فتحي تمام. ما هنا بقى الجزء الثاني اللي بكلمك فيه، اليات السوق. اليات السوق، النادي الاهلي عنده سقف معين. حلو. ما ينفعش اعديه. وخد بالك، وهنا هياخدنا على جزء، بس مش هنطلع من الجزء اللي احنا فيه دلوقتي. جزئيه ناخدها واحده واحده كده عشان نبقى منظمين. جزئيه ان فايلر، فايلر مهم جدا عنده حاجتين برضه، الحاجه الفنيه وظروف النادي الماليه. كويس. وهو قالها كويس جدا، وقالها تصريحات. في تصريحات كتيره وفي التصريحات الاخيره. تمام. قال لك انا بطلب، انما في حدود ماليه للنادي، مش هقدر اضغط عليه. كويس. نرجع بقى لموضوع احمد فتحي وموضوع وليد سليمان. هنا لما النادي الاهلي هو اتكلم على الجانب العرض الكبير، قال لك ما ينفعش، ما ينفعش تعرض على لاعب بيخلص مبلغ قد كده. نقطه بقى خالد، معلش قبل ما اتكلم، وبرده عشان الكابتن مجدي بيناقض نفسه في الفيديو بتاعه، وقال ايه الا ممكن تعمل اكسبشن للاعب او اتنين. طب ما الاكسبشن حصل اهو، الاستثناء حصل اهو لوليد سليمان واحمد فتحي، ان انت ممكن على حد كلامك انت ان هو ممكن تقدر تدفع للناس دول، هو دول الاكسبشن. لو ما عملتش اكسبشن لدول هتعمل اكسبشن لمين؟ وبعمله ليه؟
وليه؟ عشان احتياجات النادي الفنيه، المدير الفني عايزه. وعلشان دلوقتي لو احنا قلنا ان انت بتتكلم في اليات السوق، الاثنين ممكن يكون جاي لهم ممكن يجي لهم عروض، وجالهم على واحد من فتحي جاله ووليد جاله فالاثنين جالهم عروض بكده. فمن المستحيل يا كابتن مجدي انت بتقول اللاعب بيخلص اسيبه. لو كل لاعب انت شايفه من وجهه نظرك انه بيخلص، مع ان انا عندي مدير فني شايفه ما بيخلصش، انا مش وجهه نظر حضرتك اللي هتقول اللاعب بيخلص وما بيخلصش. انا عندي مدير فني عايز ان اللعيبه دي تكون ضمن احتياجاته. فلما بيرسم لي ان دي ضمن احتياجاته، برضه حاطط في اعتباراته الاليات بتاعه النادي الماليه كويس. فلما النادي الاهلي يعرض على وليد سليمان، وليد سليمان يوافق، العالي بتاعه احمد فتحي ما وافقش، اتفضل هو يعني خلاص هو خد قراره، انا عملت العالي خلاص، انا وصلت للحدودي مش هقدر اتخطاها. والنادي الاهلي، والنادي الاهلي طلع بيان رسمي على لسان لجنه التخطيط ان هو بيشكر احمد فتحي وبيتمنى له التوفيق بكل الاحترام، واعلام النادي الاهلي اتكلم وبكل احترام قفل الموضوع. انما الناس بقى لها، يمكن انا اعتقد ان في ناس ممكن تكون شويه احمد فتحي يشاركها في ارباحها الدعائيه. لا ده حقيقي، احمد فتحي المفروض ان هو يعني خلاص ان راجل بطل الهوى على مدار اسبوع الناس ما كانتش لاقي حاجه. وفي فرق ما بين انك مش لاقي حاجه او مش عايز تلاقي حاجه. دي مهمه اعلاميا. يعني في فرق انك عايز تلاقي حاجه، وفي فرق انك بتستسهل، هات اتنين ثلاثه يقعدوا، يلا احمد فتحي كان عنده حق، بتستهلك وقت ولا يعني. النادي الاهلي كان عنده حق وسوشيال ميديا وترند، واي حاجه ارمي فيها اسم النادي الاهلي هتبيع. ويطلع انتقد ويطلع هاجم. هو ده التفكير اللي الناس شغاله بيه. تمام.